السلام عليكم. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية العدد 44 الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، والذي وقع رئيس الجمهورية بتاريخ 8 جوان الجاري، ويرخص قانون المالية التكميلي لسنة 2021 بجمركة السيارات السياحية والتي يقل عمرها عن 3 سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بالجزائر، ويشترط للسماح باستيراد هذا النوع من السيارات لغرض الاستعمال الشخصي أن تتم العملية مرة واحدة كل 3 سنوات لكل مواطن، وعبر حساب بالعملة الأجنبية يتم فتحه في الجزائر مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام. كما ينص القانون على أن تحدد كيفية تطبيق هذا الإجراء، وكذا طرق مطابقة السيارات السياحية المستوردة عن طريق التنظيم.